رأيك؟ أنت بحاجة حقا للنوم. دقيقتان أيضا تويلايت، لقد وصلت بالفعل للجزء الشيق. المانياك على وشك. المانياك؟ إله الانتقام الأكثر شرا للمهر الخارقة. كانت صاحبة القوة المجنونة في شركة منتجات العناية بالشعر، ووقع حادث مروع بمصنع الشامبو الخاص بها في متروبوليس. الأمر الذي لم يعطي أنوقها فقط قوى غريبة، ولكنها تسبب أيضا في فقدان عقلها تماما. هي ومهر هينش بوني يخططون لاقتحام متحف متروبوليس وكرات أورب الإلكترونية حتى تستخدمها لتزويد جهاز نهاية العالم بالطاقة. بالتأكيد لم تكن لتعرف شيئا لولا زلة لسان هامدروم عندما أخبرها بالأمر كله. هامدروم؟ الشاب الذي يرتدي حذاء أزرق ورداء أحمر، بينما تعد مهر القوة خرقاء وبلا فائدة. كان على مهر القوة إيقاف مينياك أو ستفنى متروبوليس للأبد. صدقني يا سبايك، إذا فهمت أي مهرة معنى أن تغوص داخل كتاب جيد، هذا أنا. ولكن إن كنا نريد تحقيق أي تطور لإصلاح قلعة لونا وسيليسيا القديمة غدا، فيجب على كل منا القيام بدوره. لا نريد أن نكون متعبين للغاية حتى نقدر على العمل. حسناً حسناً، سأذهب للنوم. وداعاً. معك دقيقتين. نعم. يا مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي ستكون فرح. هي الرتقة، هي العمل، وهي كتفي وسعى لدي. مهرتي الصغيرة. تبدو جيدة كل مهرة، لنحافظ على هذا التغيير السحري ونستمر به. حسناً، جيد للجميع. سبايك هنا للقيام بدوره. مهر القوة. إلى اليسار قليلاً، إلى اليسار الآخر. أبل جاك تتحرك في الاتجاه المعاكس. ألا تحتاجين المساعدة؟ لا، أنا بخير. إن كل شيء تحت السيطرة. داش، أنا بخير. هل هناك أي شيء يمكنني مساعدتك فيه تويلايت؟ لا تقلق بشأن سبايك. أعتقد أنها على حق، يبدو أننا نسيطر على الأمر يا سبايك. تبدون رائعين أيتها المهرات. لماذا لا تبحث عن مكان لتكمل قراءة كتابك الكوميدي؟ ألم تتوقف عندما كانت هامدروم على وشك إيقاف الأشرار؟ هامدروم لا يوقف الشر أبداً، إنه فقط يمثل روح الفكاهة. راريتي، دعيني أساعدك في هذا. أنا أستطيع. لا بأس يا سبايك. بوني باي. مينياك تقتحم المتحف؟ حسناً، ها نحن. يا لها من مفاجأة، هامدروم في الطريق ثانية بينما تقوم المهر الخارقة بالعمل كله. أعتقد أني أعرف هذا الشعور. انتظروا، كيف تكون هذه هي النهاية؟ ما هذا؟ يمكن أن ترجع، يمكن أن تعيد. رأيت عدسة مكبرة ملقاة على الأرض آخر مرة كانت هنا. سبايك، أين أنت يا سبايك؟ سنتناول الشاي وكعك. سبايك، يمكن أن تعود لنفس الصفحة الأولى عندما بدأت هزيمة مينياك. أما إن النظر أكثر لتنضم للمغامرة في هذا الكتاب، ماذا يعني هذا الآن؟ هذا لطيف. سبايك، ماذا تب؟ النهضة! سبايك! Ah!
أكروبوليس؟ هل يخبرني أي مهر عما يحدث الآن؟ شخصيات جديدة من المهر؟ أنت ماتر هورن المقنع، فيلي الثاني، زاب، ريديانس، ميستريس ميرفلس، سابي ريشر، أنتم المهر الخارقة. أيتها المهر الخارقة، لطيف منكم أن تنضموا إلينا. هل نادتنا للتو بالمهر الخارقة؟ أنتم الأبطال الخارقون في قصتي المصورة، لقد اختطفتنا جميعا. فليسحبنا أي مهر إلى الخارج. قصتي تقول إن طريقة العودة حيث بدأنا هي أن نهزم الميك، أصدقاؤك الخارقين. حان وقت الحدث الميني. بينكي، أين ذهبت؟ قد تكون على بعد أميال من هنا الآن. بينكي هي فيلي الثاني، أسرع مهرة في متروبوليس. تويلايت، جمد الميني. ماذا أفعل؟ أنت ماتر هورن المقنع، يمكنك إطلاق أشعة الطاقة الجنونية من قرنك. أتعرفون؟ بدأت أستمتع بهذا. داش، أسري، أنت زاب، وقوتك هي التحكم في قوى الطبيعة. أطلقي العنان لصاعقة البرق. برق وليس إعصارا. حسناً، كانت هذه تجربة إشراق الميني، لكني سأذهب. لماذا؟ أشكرك يا هامدرام. أنا هامدرام؟ أولا؟ أبل جاك، يجب أن توقف الإعصار قبل أن يدمر المدينة. لكن في كل مرة أتحرك يزيد ضيق هذا الحبل المطاطي علي. أنت متصلة نفسيا به، انقليها حيث تريدين وسيطيع أوامرك. دعوني أكون صريحة، تم شفطنا في نوع من عالمي القصص المصورة. فنياً تسمى متروبوليس، وإن أردنا العودة إلى بوليفيل أعتقد أنه علينا إيقاف منيك من استخدام جهاز نهاية العالم. لا مشكلة، كنت بالفعل رائعة، والآن أصبحنا بقوة خارقة. أغلبنا لديهم قوة خارقة،
إن لديك قوة خارقة فأنت ترتدي وشاحاً. نعم، بدون أي سبب تقريباً. إنه تقريباً عديم الفائدة. جيد أنك لست هامدرام حقيقياً إذن. نعم، أمر جيد. إذن سنقوم نحن الستة بتولي أمر مينياك وإعادتنا لبونيفيل. سبايك، أين تبني مينياك جهاز نهاية العالم؟ في مركزها الرئيسي السري. من الأفضل أن تسرعوا، فتلك الكرة المتوهجة التي سرقتها هي ما تحتاجه. أرنا المكان يا سبايك، واترك الباقي لنا. ها هو هناك. هل هذا مصنع لصناعة الشامبو؟ حسناً أيتها المهر، هذه هي الخطة. راريتي وأنت، هيا اخرجي يا مينياك أو ستدخل إليك المهر الخارقة. الكثير حقا من عنصر المفاجأة. أعتقد أنني سأبقى في الخلف ولا أفعل شيئاً. لا أعتقد أنها بالداخل، ربما علينا أن نعود فيما بعد. إنها في الداخل. إنه وقت المهر الخارقة. تعبير شائع لطيف. شعاع التجمد. هناك تحسن. الملحقات مفيدة. شعري. حقا؟ ألم تغضبي قليلا فقط حتى الآن؟ عمل جيد أيتها المهر، والآن نتعامل مع مينياك ونعود لوطننا. لا أظن ذلك، لدي مدينة لأدمرها. لن أدع قوى المهر الخارقة توقفني. ليست هذه المرة. شعاع رذاذ الشعر المهلك، إنه يجمدك ويجعل قواك بدون فائدة. سأرى ما أفعل حيال ذلك. فلاترشاي، أرجوك، هل غضبت قليلا؟ حسنا، أنا لست غاضبة بالقدر الذي أريده، إلى جانب أني خائفة. لا تطلقيه. يا هامدرام، لماذا أستخدم شعاع رذاذ الشعر المهلك عليك بأية حال؟ هذا بدون جدوى صحيح. أيتها المهر الخارقة، ستعيشون حتى تروني وأنا أشغل أداة تدميركم بمجرد أن يتم شحن الجهاز بالكرة الإلكترونية بالكامل. سيضاعف هذا المدفع قوتي ملايين المرات، وهو يقذف طيارات الطاقة التي ستحول كل مهرة في ماري تروملس إلى وحش بري. ستكونون أول ضحايا سلاحي الجديد، ولن تستطيع أي مهرة الهروب من قدرها. لا أعني أن أتدخل، ولكن
هامدرام، الفتى الصغير بدون أي جدوى خارقة مطلقاً. إنه حقاً عديم الجدوى. أرجوك، كل مهرة تعرف أنكم تبقونه فقط لأنكم تشعرون بالأسى تجاهه. ربما في عالمكم، ولكن في عالمنا سبايك هامدرام يأتي دائماً عندما نحتاج إليه، دائماً. هذا صحيح. نعم، فضلين. أنا لست مثل هامدرام، عندما يحتاج إلي أصدقائي يجدونني، وهم يحتاجونني الآن. الجنون يجب أن يكون أثراً جانبياً عند التعرض لمدة طويلة لشعاع رذاذ الشعر المهلك. الليلة نحن نقف على حافة الخلود لأننا جميعاً، وخاصة أنا، قد هزمنا أخيراً ألد الأعداء. لقد ألقينا لوحة الشر في وجه الخير الخائف. كما أطلقنا عنان الحرية باسم الاضطهاد، والآن لن يوقفنا أي شيء. شريرة وكل شيء، ولكن هل تؤذين حشرة صغيرة وقليلة وغير مؤذية؟ صحيح، لماذا أنت كبيرة هكذا ووضيعة؟ هناك كما قلت. ما الذي يجعلك تعتقدين أنك مميزة؟ إن قواعد الكياسة المعروفة لا تنطبق عليك. لماذا لا تضايقين شخصا من نفس حجمك؟ بدونك يا سبايك، وأتمنى أن تعرف أنه ليس لأننا لا نحتاج لمساعدتك دائما، فهذا لا يعني أننا لا نعتقد أنك مفيد. أن
إنك لست بحاجة لقوى خارقة لتكوني صديقا خارقا. أوه نعم. لكن لدي سؤال واحد، من أين بالضبط حصلت على قصتك المصورة هذه؟ حصلت عليها في كانترلوت في مكتبة بيت السحر. حسنا، لم أكن أعرف أن هذا يعني أنه سحرا حرفيا. اعتقدته يعني أن القصص المصورة التي يبعونها تدور حول السحر. أنتم انتظروا، أنا جزء مهم في هذا الفريق. تمثيل أبل بلوم أسماء عبد الحميد، أبل جاك وسام نادي، فلاتر شاي أمل عبد الله، بينكي باي أنجل بيستاوي، ريمبو داش ناريمان نيازي، راريتي أنجي جمال، سكوتالو أسماء عبد الحميد، سبايك حمدي عباس، توايلايت سباركل أميرة عامر. ترجمة داليا نصار. إخراج الحوار أحمد عبد الحميد. إخراج الغناء أميرة عامر.